ونتابع هذه الأزمة المستمرة من هنا من الاستوديو مع ضيفي النائب في البرلمان البحريني جمال بوحسن. مرحبا بكم معنا سعادة النائب إلى بانوراما الليلة. ومن جدة ينضم إلينا حسين شبوكشي المحلل الاقتصادي السعودي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين ضيفي في الاستوديو. سعادة النائب أبدأ معك بشكل عام الآن، كيف ترى الأزمة مع قطر الآن في هذه المرحلة الراهنة؟ طبعا ما لا شك فيه بأن الأزمة مع قطر أخذت منحى كبير ومنحى خطر بسبب تعنت النظام القطري في عدم قبوله بالمطالب التي تقدمت فيها الدول المناهضة للإرهاب. نعم. وهي مطالب عادلة وشفافة، ومطالب في الحقيقة تصب في المصلحة العليا للمنطقة، منطقة الخليج ودول دول الخليج وشعوب الخليج. فبالتالي الأزمة مع قطر أنا في اعتقادي أن السبب فيها الأول والأخير هي دولة قطر، ونحمل دولة قطر والقيادة القطرية المسؤولية في تدهور الأوضاع في المنطقة والتطور الكبير في الأزمة راجع للتعنت الشديد. نعم. والمغالاة في عدم قبول مطالب دول المقاطعة. نعم. أستاذ حسين شبوكشي في جدة، كما قال السيد قرقاش، قطر تتحكم في 300 مليار دولار، لديها من المال الكثير. هل هذا المخزون المالي يمكن قطر أو يسمح لها بأن تعيش منفردة بعيدة عن عمقها الخليجي؟ يعني أذكر السادة في قطر أن معمر القذافي يسلم عليهم. كان اعتقاد القذافي أنه يستطيع بماله الوفير وصناديقه السيادية أن يفعل ما بداله، وكان يستثمر في شركات مهمة جدا مثل فيات والعديد من الشركات الأوروبية النافذة والمؤثرة في صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي، وكان يؤثر في صناعة القرار في إيطاليا وفي فرنسا. ولكن عندما أزف الوقت وتم الإعلان عن انتهاء العلاقة بين ليبيا والمجتمع الدولي، وأن الجرائم التي ارتكبها النظام ومساعدته في الإرهاب بشتى الأنواع آن الأوان أن ينتهي وضعه في ضمن المجتمع الدولي، أخذ القرار بإزالته. نفس الشيء سيحدث بالنسبة لقطر. الآن هناك كرات ثلج تتحرك على الصعيد الاقتصادي في أكثر من جهة، في داخل أروقة الشركات الأوروبية الكبرى، مرسيدس بنز، فولكسواجن وباركليز وسيمنز. نعم. التي تستثمر فيها قطر وبقوة. هناك ضغوطات شديدة من البرلمانات ومن وسائل الإعلام ومن المجتمعات المدنية التي تريد أن تفصل المال القذر القطري. نعم. عن هذه الشركات المحترمة التي توظف العديد من البشر وتستثمر الملايين من الأموال. وهناك أيضا حراك بدأ منذ أيام بسيطة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا يجب أن لا ننسى كانت إحدى الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم، وخسرت في جو مريب وغامض استضافة البطولة لصالح قطر. هناك الآن حراك متأني صحيح، ولكنه بدأ من قبل بعض الشركات الأمريكية التي كانت جزء من الحملة الخاصة باستضافة الولايات المتحدة لكأس العالم، تطالب بحراك جديد وتعد بوظائف وفي ظل المناخ المستقبل لهذه النوع من الوعود وهذا النوع من الحراك. نعم. اتهامات لقطر ستكون ميسرة جدا، لأنه كما يقال بالعامية الجسم لبيس، الجسم القطري لبيس للإرهاب والتهم هذه كلها، ولأن الملفات انفتحت عليها الآن ولا مراد لسدها قبل أن يتم. طيب. المزيد من الاتهامات. نعم. بحقها وهي جاهزة. نعم. سعادة النائب، هنا في الاستوديو العديد من الوساطات، بعد الوساطة الكويتية الألمانية والأمريكية والفرنسية، العديد من الوساطات الغربية، يومي 23 و24 سيتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة إلى السعودية وإلى الكويت وإلى قطر. ما المنتظر من جولة الرئيس التركي؟ في الحقيقة لو رجعنا إلى الوراء قليلا لنظرنا إلى أن الوساطة الكويتية هي التي كانت المنتظر منها يعني ونعول عليها الكثير. نعم. في حل هذه الأزمة وحل حلت هذه الأزمة، ولكن أمام التعنت القطري لم تنجح هذه. نعم. المبادرة ولا هذه الجهود. جهود الوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الفرنسي
أنا قلت قبل في لقاء مع العربية بأن الوساطة الدولية لم تأتي بحلول. الحلول المفروض أنها تأتي من داخل البيت، نعم، وليس من خارج البيت. الحلول المفروض تأتي من الدول الخليجية، والدول الخليجية قدمت الحلول على طبق من ذهب للحكومة القطرية، ولكن للأسف بسبب تعنت الحكومة القطرية والنظام القطري فشلت الجهود الكويتية. ولكن لا أعتقد لا أردوغان ولا تيلرسون ولا وزير الخارجية الفرنسي بيدهم الحلول. الحلول في قطر في الدوحة بالذات، لأن هي من تسببت في الأزمة وبيدها الحل، لأن الحل أتاها من دول مجلس التعاون الخليجي أشقائها وأخوانها، نعم، وجيرانها. ولكن للأسف بسبب التعنت والصبيانية السياسية للحكومة القطرية ورفض هذه المطالب التي وقعت، نعم، عليها الحكومة القطرية في اتفاق الرياض والاتفاقية أو المذكرة التوضيحية واللاحقة في سنة 2014 و2015، وقعت الدوحة على هذه، نعم، الاتفاقية، ولكن للأسف الآن ترفض هذه الاتفاقية وتقول بأن هذا تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر. ولكن هذا ليس تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر، بل هو حل وخارطة الطريق لحل الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر. نعم. سيد جمال بو حسن، اسمح لي سنتوقف الآن مع المشاهدين مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بملخص لتصريحاته حول أزمة قطر منذ بدايتها، نتابع. Well, we'll be all right. Look, if we ever had to leave, we would have 10 countries willing to build us another one because they were known as a funder of terrorism. We are stopping the funding of terrorism. We are going to stop the funding of terrorism. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. The time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that funding. نعم، عن هذه التصريحات أسأل ضيفي من جدة سيد حسين شبكشي. الكلام الآن عن احتمالية جدية في دراسة الولايات المتحدة إمكانية أن تنقل قاعدتها العسكرية في الخليج من العديد القطرية، إلى أي حد هذا ممكن أن يحصل فعلا؟ وفي حال حدث نقل هذه القاعدة، ما الذي سيتغير في الأزمة مع قطر؟ يعني أعتقد الحديث أصبح يتكرر في أروقة الحزب الجمهوري بالذات. التقرير الذي استندتم إليه استشهد بصحيفة الفيدرالست وهي أحد أهم مصادر الفكر للحزب الجمهوري، والآن الحديث في هذه النوعية من المجلات والبحوثات تتزايد بالتنصل من العلاقة مع الحكومة القطرية، لأنها كانت تقليديا مرتبطة بالحزب الديمقراطي وتحديدا إدارة أوباما. نعم. وهم على اعتقاد الحزب الجمهوري أنه يجب أن يكون هناك انفصال كامل بين الحزب الجمهوري وبين أي شيء له علاقة بأوباما، كما يحدث الآن بالنسبة للبرنامج الصحي وغيرها من البرامج المثيرة للجدل في، نعم، أمريكا. فبالتالي الحديث عن نقل القاعدة سيكون وارد جدا، وستتصاعد الأصوات المطالبة باختيار مكان أكثر عقلانية وأمانا وحكمة في إدارته لهذه الشؤون. وإذا ما خرج موضوع القاعدة من قطر وأصبح جغرافيا في مكان آخر، سقطت ورقة التوت التي كانت تحمي النظام. نعم. ورقة التوت هي قاعدة العديد العسكرية، لا شيء آخر يحمي هذا النظام في قطر خصوصا بعد انقلابه، فهو أتى بكفيل يحمل عنه وزر المواجهة والقلق والاضطراب الذي كان بحاجة إليه، لأنه مخططه كما اتضحت الأيام لاحقا كان إثارة القلق. أنا عندي بس تعليق على موضوع مبادرة أردوغان، لا أعتقد أنها فيها أي نوع من الجدية، لأنه كيف سيتعامل مع إحدى الدول الأربعة وهي مصر التي لا يعترف بها أصلا؟ فلا أعتقد أنه يتعامل بموضوع بجدية كافية، وإلا كان من باب أولى أن يعترف صراحة بالنظام القائم في مصر ويتوقف عن مهاجمته كما تفعل نظام دولة الانقلاب في قطر. هو متورط في نفس المسألة تحديدا مهاجمة النظام المصري. لا أعتقد أن وساطته جادة ولن تؤخذ في عين الاعتبار من أحد أهم أطراف الدول الأربع.
نعم أستاذ جمال أبو حسن، هل الموقف الأمريكي الذي يأخذ منحا دعنا نقول أكثر وضوحا فيما يتعلق مع الأزمة بقطر، كيف ترى هذه الأحاديث وهذه الدعوات في الولايات المتحدة الآن لنقل القاعدة العسكرية الموجودة في قطر؟ أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بنقل القاعدة قاعدة العديد إلى أي دولة أخرى، ولو أن هناك العشرات حسب تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك العشرات من الدول تريد نقل هذه القاعدة إلى دولها، ولكن لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستجازف بنقل هذه القاعدة إلى أي دولة أخرى، نظرا لوجود قاعدة تركية الآن موجودة في قطر. أضف إلى ذلك بأن حسب الأخبار التي وردت قبل يوم أو يومين بأن قطر ستقوم بإنشاء قاعدة إيرانية في قطر، فبالتالي وجود القاعدة الأمريكية لميزان القوة مهم جدا في هذه المرحلة بالذات. لكن سعادة النائب، لماذا إذن أرسل ترامب الرئيس الأمريكي هذه الرسالة وقال أن هناك 10 دول على الأقل مستعدة لاستضافة القاعدة الأمريكية؟ مثل ما تفضلت وقلته بأن رفع العصا هو مجرد رفع عصا، رسالة تحذيرية، رسالة تحذيرية لقطر بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن ممارسات النظام القطري مع جيرانه ودعمه للإرهاب وإيواء الإرهابيين وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية، فبالتالي يهم الولايات المتحدة الأمريكية جدا استقرار المنطقة وخصوصا أنها منطقة استراتيجية ومنطقة الطاقة في الدول، وهي التي تمد جميع الدول الأوروبية وأمريكا بالطاقة، فبالتالي استقرار المنطقة مهم كثيرا بالنسبة للولايات المتحدة ولأوروبا. نعم أستاذ حسين شبوكشي، النقطة التي ذهب إليها ضيفي في الاستوديو، الاستقرار هذه المنطقة مهم لجميع دول العالم وللقوى الكبرى، ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تسير وفقها هذه الأزمة دون الذهاب إلى اضطراب هذه المنطقة؟ التخبط في موضوع عدد القواعد العسكرية التي تتزايد ويجري الحديث عنها بصورة عشوائية في الإعلام، واضح جدا أنه هناك اعتقاد وإيمان لدى دوائر صناعة القرار في نظام الانقلاب في قطر أنه كلما زادت عدد القواعد العسكرية كلما صعب موضوع الخلاص من النظام هناك وتحييده وتغيير سياساته. لكن القصة لها علاقة طبعا بجوانب اقتصادية. أنا ألفت نظر الشاذ المشاهدين إلى تصريح مهم جدا قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لأوروبا وتحديدا خلال زيارته لبولندا، والذي قال فيه أن أمريكا ستقدم الغاز إلى بولندا وإلى أوروبا. طبعا جغرافيا أمريكا بعيدة جدا عن أوروبا، ولوصول الغاز بكميات تجارية تنافس التواجد الروسي الذي يغذي 70% من الاحتياج الأوروبي للغاز، لابد من تواجد مهم للغاز في المنطقة قريب من أوروبا. الدول المرشحة لذلك هي يا إما إيران يا إما قطر يا إما ما تم استكشافه في البحر المتوسط. أمريكا ستتدخل بشكل أو بآخر لحسم هذه المسألة، فإذا لم تنقل القاعدة العسكرية من العديد قد ينقل النظام نفسه. بمعنى أنها ستضمن أن تغير الدوحة على الأقل سياساتها أم أبعد؟ هذا ما أقصده. نعم. 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 سيتم تغيير النظام بالمعنى الكامل للكلمة، تغييره سلوكيا، تغييره عقائديا، تغييره تفصيليا وسياسيا وتنفيذيا. نعم. أستاذ جمال أبو حسن، ما هي مآلات هذه الأزمة؟ كيف ستنتهي هذه الأزمة؟ حسب تحليلي والمعطيات الموجودة الآن بأن الأزمة ستنتهي بإذن الله تعالى إلى رجوع قطر إلى الحضن الخليجي، وستضطر اضطرار إلى قبول التوصيات التي أو المطالب التي تقدمت بها الدول، لا لشيء ولكن لاستقرار المنطقة لأنها مهمة، وكذلك للضغوط التي تمارس من قبل الدول سواء كانت الدول المقاطعة للدوحة مقاطعة سياسية ومقاطعة اقتصادية، وسترتفع هذه المقاطعة، وكذلك الضغوط الدولية التي ستمارس ضد
النظام القطري لقبول هذه. نعم، لكن سيد جمال بوحسن، المسألة الآن والأزمة كما يرى بعض المتابعين أنه هي أزمة ثقة مع قطر، حتى لو قبلت بتنفيذ بعض المطالب أو جميع المطالب، حصل ذلك في 2013 و2014. نعم، يعني الأزمة هي أزمة ثقة أكثر منها أزمة مطالب عادية. ما لا شك فيه، يعني سيكون للدول الخليجية منحة آخر في التعامل مع قطر في المستقبل، من ناحية الحذر الشديد، وجود وصاية على قطر، وصاية دولية بعدم ممارسة أي من الممارسات التي كانت تقوم بها الصبيانية، التي كانت تقوم بها ضد جيرانها وأخوانها وشقائها وضد الدول العربية. أضف إلى ذلك بأن قطر ستكون مجبرة إجبارا على احترام السيادة، سيادة المنطقة وسيادة الدول وحرية الدول في مراقبة الدوحة في ممارسات المستقبلية. نعم، أستاذ حسين شبكشي، قبل أيام كان الحديث عن مذكرة تفاهم وقعتها قطر مع الولايات المتحدة أثناء زيارة ريكس تيلرسون بشأن تمويل الإرهاب، لم تأخذ نصيبها طبعا من الحديث بشكل كبير عن تفاصيل وعن فحوى هذا التفاهم الأمريكي وما الذي يعنيه. هل لو التزمت قطر للولايات المتحدة بأنها لن تمول الإرهاب، هل يكون هذا كفيلا بنزع فتيل الأزمة؟ لا أعتقد، لأنه اليوم التفاصيل هي الأساس. اليوم قطر سلمت بصريح العبارة دواخلها المالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مفتقدة أيضا جزئية أخرى من السيادة. عفوا، أن اليوم ما تم الاتفاق عليه هو السماح للسلطات القضائية والمالية والأمنية الأمريكية للاطلاع على كل المعاملات المالية الداخلة والخارجة من قطر، أيا كانت الشبهة، أيا كانت الذريعة. فهو هذا انتقاص أيضا واضح في السيادة، وهو الثمن والتكلفة التي تتحملها قطر نتاج موقفها. اليوم هي صحيح وقعت على هذا الموضوع، ولكنها سلمت وانتقصت من سيادتها، ولا توقع على هذا الاتفاق إلا لو كانت شبهة عليها. نعم، من الأبجديات والبديهيات في السياسة. نعم، لماذا برأيك هي يعني تأخذ هذا المنحة وكأنه يحق للأجنبي ما لا يحق للعربي؟ نظام الكفيل سيدي. يعني اليوم قطر جزء من الارتباط الذي تعهدت به عندما سمحت بالوجود القاعدة العسكرية، هو هذه النوع من الممارسات، أن تكون هناك سلطة على أمريكا لها في حالة أي شبهة أمنية في تمويل إرهاب أو أي كان أمرا شبيه لها أن تتدخل. وهذا ما حصل، وجدنا انصياعا كاملا في دقائق معدودة خلال زيارة المبعوث الأمريكي لقطر، وتم التوقيع على اتفاقية ما كانت تطلبه الدول الأربعة لمدة أسابيع. هذا هو الثمن الذي تدفعه قطر بشكل يومي، إهانة كاملة لذاتها ولوجودها، ولكن هذا هو النظام الذي وهذا ما قبل به. أستاذ جمال بوحسن، نصل هنا إلى نقطة بوابة الحل. ذكرنا في البداية أنها ستكون من داخل البيت الخليجي نفسه، ولكن هناك من يرى كما ذكر الأستاذ شبكشي أنه في النهاية الولايات المتحدة ربما لها يعني كلمة فصل في هذه الأزمة. هل يمكن أن يكون حل الأزمة مع قطر عبر الولايات المتحدة؟ طبعا، أنا أعتقد بأن للولايات المتحدة الكلمة الأخيرة في الأمر ذي، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يعني سيمنحون الوسيط الخليجي الفرصة وسيعطونه المجال، وخصوصا نحن في فترة الصيف والدول الأوروبية مرتاحة نوعا ما، غير محتاجة للطاقة ولا للغاز القطري. يعني أنا أعتقد بأن المسألة لن تطول وستنتهي قبل الشتاء، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذه الأزمة أن تطول، ولا الدول الأوروبية ولا نحن كدول الخليج. على قطر أن يعني تنصاع لصوت الحق. نعم، والعدل، وتقبل بالشروط والتوصيات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية،
وهذا ليس يعني بصعب على قطر أن يعني تلتزم بهذه الشروط، لأنها شروط بسيطة وشروط عادلة، وهي في الأول وفي الأخير تصب في مصلحة قطر وشعب قطر، لأن تمادي قطر في هذه الممارسات سيجر قطر والشعب القطري إلى مآسي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بو حسن، أنتم النائب في البرلمان البحريني، كنت معنا هنا في الاستوديو.